ليس الآن. عاد عمر من مدرسته وكعادته رمى حقيبته على السرير وملابسه على الأرضية وحذاءه في منتصف الغرفة. قالت الأم: يا عمر، رتب غرفتك. رد عمر: ليس الآن، ليس الآن يا أمي. قفزت فكرة في رأس عمر: سأصنع صاروخا من صناديق الأحذية والعلب القديمة، وسأحتاج إلى لاصق ومقص وبعض الخامات الأخرى. أحس عمر بالنعاس فاستلقى على السرير وترك كل شيء كما هو. مرت الأم أمام غرفة عمر وقالت: يا عمر، رتب غرفتك قبل نومك. رد عمر: ليس الآن، ليس الآن يا أمي. واستغرق في النوم. استيقظ عمر في الصباح وارتدى ملابسه للذهاب إلى المدرسة. في المدرسة طلبت المعلمة من كل الأطفال رسم لوحة عن حيوانات المزرعة لوضعها في المعرض غدا. عاد عمر إلى المنزل في غاية الحماس، فهو يحب الرسم. أسرع بعد تناول الغداء إلى غرفته. قال عمر: أين كراسة الرسم؟ وأين الألوان؟ ها هما اللونان الأصفر والأخضر، ولكن أين البني لألون بيت الدجاج؟ الأوراق الكبيرة أين وضعتها؟ لا أجد الممحاة. استغرق عمر وقتا طويلا يبحث عن أدواته ولم يجد بعضها، فاضطر إلى أن يقدم لوحته غير مكتملة. قالت له المعلمة: رسمك رائع يا عمر، ولكن لما لم تكمل باقي التلوين؟ كادت تكون لوحة رائعة. عاد عمر من مدرسته ودخل غرفته فورا. نادت الأم: يا عمر، رتب غرفتك. رد عمر: الآن يا أمي، الآن يا أمي. قرر عمر ترتيب غرفته وأدواته ووضع كل شيء في مكانه، فوجد باقي الألوان تحت السرير واللاصق في علبة اللعب والأوراق مع الملابس. رسم لوحة أخرى للحيوانات، ولكن هذه المرة كانت رائعة وعلى ورقة كبيرة بألوان مبهجة متنوعة. في صباح اليوم التالي أسرع عمر إلى معلمته وأعطاها اللوحة التي رسمها. فنظرت المعلمة وابتسمت وقالت: رسم رائع يا عمر، وألوان متناسقة. ما الذي جعلك تنجزها اليوم بشكل أفضل؟